مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي العظيمة في كل مكان. برحب بحضراتكم يوم جديد وحلقة جديدة من المحترف. خلاص انطلقت الدوريات الخمس الكبرى الحقيقة، إثارة ومتعة عادت من جديد لطبعا الكرة الأوروبية والعالمية. عندنا ملفات كثيرة النهاردة الحقيقة هنتكلم عليها مع حضراتكم، أبرزها طبعا الدوري الإنجليزي انطلاقته الممتعة، نتكلم على كمان ملف محمد صلاح أو حالة محمد صلاح بعد الجدل الكبير قوي بعد طبعا استبداله في الدقيقة 72 من مباراة تشيلسي وليفربول، هنتكلم عليها بالتفصيل وانطباع محمد صلاح، انطباعات الصحافة الإنجليزية وكمان يورجن كلوب. عندنا كمان النهاردة يعني ضيف عزيز طبعا الناقد الرياضي محمد البرمي هيكون موجود معانا النهاردة، ضيفنا في المحترف. نتكلم على الملفات كثيرة، السوق السعودي كمان ما زال الإثارة يعني مستمرة في انتقال النجوم الكبار. يمكن النهاردة كل الصحف العالمية والأوروبية بتتكلم على انتقال نيمار النجم البرازيلي الشهير لصفوف نادي الهلال السعودي. إيه اللي بيحصل في السعودية؟ ما زالت الانتقالات مستمرة للنجوم الكبار، هنتكلم في كل هذه التفاصيل إن شاء الله النهاردة في حلقتنا. لكن دايما بنتكلم الأول على نادينا النادي الأهلي العظيم، والنهاردة الحقيقة خبر جيد لمحمد مجدي قفشة. محمد مجدي قفشة النهاردة بيوقع عقود تجديد تعاقده أو تجديد عقوده مع النادي الأهلي. أعلن الكابتن خالد بيبو مدير الكورة في النادي الأهلي عن تجديد قفشة لمدة 3 سنوات قادمة، بالإضافة هو كمان ليه سنة، فمجدي قفشة متواجد لمدة 4 مواسم مع النادي الأهلي. الكابتن خالد بيبو قال إن يمكن مجدي قفشة وقع على بياض، ويمكن لما اتكلموا معاه في المقام المادي قال لهم انتوا تقدروا، يعني طرق التقدير المادي الحقيقه للنادي الاهلي، وبالتاكيد النادي الاهلي بيقدر كل ابنائه اللي كان ليهم مشاركات كثيره جدا. والحقيقه محمد مجدي قفشه من اللعيبه المميزين جدا، فترات من التالق فترات من الاخفاق شويه، ولكن يعود بقوه في نهايه الموسم اللي فات. محمد مجدي قفشه من اللعيبه المميزه، ليه طابع خاص، ولما بيكون بلغه الكوره كده فايق الحقيقه هو اللي بيعمل الفارق، وبيكون ليه بصمات واضحه جدا جدا في الملعب. محمد مجدي قفشه بيمضي 3 سنوات مع النادي الاهلي، وما بين قوسين كده وترك الحقيقه الكلام عن الماديات لاداره النادي الاهلي، وقال لهم ما تروه مناسب حطوه في العقد، وانا يعني شاري النادي الاهلي، والنادي الاهلي هو اللي عمل اسم الحقيقه محمد مجدي قفشه. الفتره اللي فاتت زي ما بقول لحضراتكم يعني فرقتنا مستمره في الاجازه، ان شاء الله هترجع للتدريبات يوم 24 اللي جاي علشان بتستعد لمباراه السوبر. هنتكلم بالتفصيل على نادينا النادي الاهلي ومباراه السوبر، هنتكلم على ملفات كثيره زي ما قلت لحضراتكم في حلقتنا النهارده، لكن نروح لفاصل سريع ونرجع مع حضراتكم مره ثانيه. أهلا بحضراتكم مرة تانية، هنواصل مع حضراتكم ملفاتنا النهاردة. والحقيقة عندنا ملفات كثيرة جدا، أكيد انطلاق الدوري الإنجليزي كان هو الشرارة الأولى لعودة الحقيقة المتعة والإثارة في كرة القدم. مباريات على أعلى مستوى، وأنت بتتفرج على المباريات مش حاسس إن دي بداية سيزون. الحقيقة رتم عالي جدا وقوة في الأداء وسرعة وأهداف، و الحقيقه كان مجمل الجوله ديت، والنهارده لسه هتستكمل الجوله او اخر مباراه الجوله. لكن الحقيقه اكيد كل الناس كانت بتتكلم على انطلاقه ليفربول. ليفربول الموسم اللي فات الحقيقه موسم مخيب للامال، في النهايه يعني هيلعب في الدوري الاوروبي مش هيلعب في الشامبيونز ليج، وكانت طبعا البدايه كانت مهمه جدا جدا ليورجن كلوب وكمان نجمنا الكبير محمد صلاح. ليه مهمة لنجمنا الكبير محمد صلاح؟ لأن محمد صلاح كان يمكن قريب جدا جدا من تحقيق رقم قياسي أعتقد ما كانش هيسجله أي لاعب في التاريخ. محمد صلاح من موسم 17-18 وهو دايما في المباريات الافتتاحية للبريمير ليج كان بيسجل ل6 مواسم متواصلة، وهذا الموسم 23-24 الحقيقة محمد صلاح كان بيلعب أمام تشيلسي وكان كله طموح وأمال انه يحقق هذا الانجاز الكبير والرقم القياسي الرائع. والحقيقه حققه، يعني في خلال المباراه الشوط الاولاني احرز محمد صلاح هدف، وكان سعيد جدا جدا بهذا الهدف، لكن طبعا بداعي التسلل اتلغى الهدف.
المباراه مشيت طبعا حضراتكم عارفين المباراه انتهت 1-1 ليفربول وتشيلسي، مباراه رائعه من جانب ليفربول. الشوط الثاني كان تشيلسي كمان افضل شويه، لكن كل الناس كانت بتتكلم على لحظه خروج محمد صلاح من المباراه واستبداله تقريبا في الدقيقه 72. الملفت في النظر ما كانش ده الانطباع دايما او ردود افعال محمد صلاح عند تغييره، يعني محمد صلاح معروف بالالتزام بالهدوء، ولكن الحقيقه كان في توتر شويه وغضب كبير جدا من طبعا من محمد صلاح تجاه يورجن كلوب في تغييره. والحقيقه الساعات اللي فاتت كل وسائل الاعلام على مستوى بريطانيا على مستوى العالم كانوا بيتكلموا عن هذا رد الفعل لمحمد صلاح. هنتكلم على ردود افعاله كلاعب، عنده طموحات كثيره جدا، عنده بيفكر ما بيفكرش بالدرجه الاولى بالارقام القياسيه، ولكن كان بالنسبه له مفاجاه لخروجه من المباراه. ليه مفاجاه لخروجه من المباراه؟ لان محمد صلاح الحقيقه كان نجم المباراه في الشوط الاول. محمد صلاح احرز هدف تم الغائه، محمد صلاح عمل اسيست ولا اروع للويس دياز احرازه هدف التقدم، محمد صلاح حط كرة في العارضة، محمد صلاح كان هو الشرارة وهو زي ما بيقولوا كده العنصر المهم جدا جدا في خط هجوم ليفربول الشوط الأول وعن بداية الشوط الثاني. محمد صلاح نجم الشوط الأول بلا منازع، زي ما بقول لحضراتكم أسيست هدف ملغي كرة في العارضة، كل كرة بيلمسها بيعمل خطورة، وبالتالي خروجه في الدقيقة 72 يمكن كان جزء كبير منه ان هو عنده القدرة وحاسس انه ممكن يعمل افضل في الباقي من المباراة. رد الفعل كان يمكن شوية متوتر من محمد صلاح، كان غضبان جدا جدا، وده عمل ردود افعال على مستوى السوشيال ميديا في العالم كله في بريطانيا بالاساس، وكمان على مستوى يورجن كلوب. يورجن كلوب بيتسأل يمكن في المؤتمر الصحفي عن هذا يعني غضب محمد صلاح، قال لهم الحقيقه يعني انا ما كنتش بفكر في الارقام القياسيه، يعني انا ما كنتش متوقع انه ممكن جدا محمد صلاح، او ما عنديش فكره ان لو محمد صلاح جاب جول هيبقى عنده رقم قياسي، انا كل اللي كنت بفكر فيه ان احنا نفوز بالمباراه، نفوز بالبدايه، لان البدايه مهمه جدا جدا. ودايما يورجن كلوب على فكره يعني طبعا هقول لك مش من محبي محمد صلاح، لكن من الناس المؤمنه جدا جدا بقدرات محمد صلاح الحقيقه، ودايما على تواصل معاه بعلاقه اكتر من رائعه. لكن زي ما بقول لحضراتكم ردود الافعال كانت كبيره، بعض الاسماء الكبيره في الكره الانجليزيه يمكن خبطت شويه في محمد صلاح، وحد قال له لا انت لازم يعني ما بين قوسين كده تقعد ساكت، وده قرار المدير الفني، وايه تحقيق الارقام الفرديه ما بيكونش هو الاساس وما بيكونش هو الهدف الاول للفريق. يعني ردود افعال كانت غاضبه شويه في انجلترا على خروج محمد صلاح، ويعني ردود افعاله بعد خروجه، لكن يبقى محمد صلاح هو نجم ليفربول ونجم الدوري الانجليزي ما فيش شك. محمد صلاح يعني حتى في الاسابيع قبل انطلاق البريمير ليج جاله عرض وهمي، عرض خيالي من السعوديه، و رفض هذا العرض وقال انا مستمر مع ليفربول وعندي طموحات كثيره جدا جدا. ولما اتسال قبل بدايه السيزون طموحاتك ايه وامالك ايه، اماله طبعا هو الفوز بالبريمير ليج هذا الموسم، ويعني زي ما بيقولوا كده يعني يمحي صوره ليفربول في الموسم الماضي. فمحمد صلاح عنده رصيد كبير جدا، عنده رصيد عند الجماهير، عنده رصيد عند يورجن كلوب، عنده رصيد مع زملائه وده مهم جدا. فمحمد عنده سبورت كبير جدا جدا، علامه استفهام شويه على توتره خلال خروجه، لكن ده وارد. محمد صلاح الضغوط كانت كبيره جدا جدا عليه الفتره اللي فاتت، محمد صلاح نفسه كاي لعيب يحقق رقم قياسي مش هيتحقق تاني، وصعب جدا يتحقق تاني انك تسجل في 7 مواسم متتاليه في افتتاحيه البريمير ليج. وزي ما بقول لحضراتكم محمد صلاح جاله عرض كبير جدا من السعوديه ورفض هذا العرض، وبالتالي حضراتكم شايفين يمكن التقارير النهارده بتقول او تاكيد للمفاجات الكثيره في الدوري السعودي، ونيمار النهارده هو احدث مفاجاه في الدوري السعودي الحقيقه. الدوري النهارده الحقيقه نادي الهلال السعودي بيعلن عن التعاقد مع طبعا الموهبه الكبيره البرازيلي نيمار، ونجم طبعا فريق باريس سان جيرمان، بعد ما خضع للفحص الطبي ونجح في عبوره ووقع رسميا لنادي الهلال السعودي.
طبعا الكشف في الساعات الأخيرة اللي فاتت إن باريس سان جيرمان تقريبا حصل على 100 مليون يورو مقابل الصفقة. نيمار هيحصل على راتب سنوي ب 80 مليون يورو، ده تقريبا ضعف اللي كان بيحصل عليه مع باريس سان جيرمان. هياخد في السنتين حوالي 160 مليون يورو. الأرقام كبيرة جدا، وزي ما بقول لحضراتكم يمكن نيمار كلف باريس سان جيرمان الصيف عند انتقاله في صيف 2017 كمان مبلغ كبير جدا، وصل لحوالي 220 مليون يورو عشان يضمه طبعا من برشلونة. عايز اقول لحضراتكم كمان يتم تقديمه يوم الاربعاء بعد بكره في الرياض في حدث ضخم جدا، زي ما حصل اكيد في تقديم رونالدو. الحقيقه اللي بيحصل في الدوري السعودي كل يوم مثير جدا، ويعني في تساؤلات كثيره جدا على ما هو القادم في الدوري السعودي والكره السعوديه. هنتكلم زي ما قلت لحضراتكم بالتفصيل النهارده، معانا نجمنا محمد البرومي هنتكلم في هذا الملف. لكن كمان النهارده في حلقتنا يعني زي ما بقول عندنا يعني ملفات كثيره جدا، الكره الاوروبيه هنتكلم على سوق الانتقالات في اوروبا والدوري السعودي لغايه دلوقتي، استعدادات كمان الانديه للموسم اللي جاي. هنتكلم على المباراه الممتعه جدا اللي كانت بين ليفربول وتشيلسي، وزي ما بقول لك هنتكلم على الحاله الفنيه لليفربول، هل هي بدايه جيده؟ تشيلسي بيدفع ارقام كبيره جدا في عمليه يعني قدوم اللعيبه، ولكن هل هو ده تشيلسي اللي قادر على الحصول على البريمير ليج؟ كلها تساؤلات هنتابعها اكيد مع حضراتكم من خلال المحترف خلال الموسم. لكن زي ما تعودنا دايما مع حضراتكم يعني قبل ما نخش في الصحافه العالميه كمان عندنا اخبار سريعه نتكلم فيها مع حضراتكم. طيب نبدا بريال مدريد. طبعا ريال مدريد بيضم كيبا، طبعا كيبا نادي ريال مدريد بيعلن النهارده التعاقد مع كيبا، طبعا حارس مرمى تشيلسي على سبيل الاعاره لمده سنه. ريال مدريد قال في بيان رسمي انه توصل النادي لاتفاق مع تشيلسي بشان استعاره الحارس كيبا اللي ينضم للفريق خلاص هذا الموسم، واضاف انه خاض خلاص كيبا خمس مواسم مع تشيلسي وفاز طبعا بدوري ابطال اوروبا وكاس العالم للانديه بالاضافه للسوبر الاوروبي والدوري الاوروبي، والعام دوت حصل على جائزه افضل تصدي في الدوري الانجليزي الممتاز لموسم 2022-23. كمان كيبا حارس دولي مع منتخب اسبانيا وتم تتويجه بدوري الامم الاوروبيه 2023، كمان فاز بالبطوله الاوروبيه تحت 19 سنه عام 2012. طبعا سي في ولا اروع، اكيد حارس مرمى كبير جدا، وهيقام حفل تقديم كيبا خلال يعني في ريال مدريد بكره يوم الثلاث ان شاء الله في المدينه الرياضيه للنادي، بعدها هيظهر طبعا الحارس في مؤتمر صحفي. حضراتكم عارفين ان طبعا كورتوا الحارس الكبير الحارس العملاق طبعا في ريال مدريد كان عنده او جاله اصابه طبعا في الرباط الصليبي، طبعا هياخد تقريبا 8 شهور عشان يعود تاني، وبالتالي كان من الضروري ان ريال مدريد يتعاقد مع حارس مميز. طيب ده على ريال مدريد. كمان الاحوال ايه في باريس سان جيرمان؟ عوده راموس من باريس سان جيرمان الى ريال مدريد علامه استفهام كبيره. الحقيقه الخبر كان غريب شويتين، يعني التقرير بتقول ان الساعات اللي فاتت ان النجم المخضرم راموس ممكن يرجع للنادي الملكي هذا الصيف. تقارير صحفيه ذكرت ان راموس خيار مطروح امام طبعا ريال مدريد لتعويض ميليتاو كمان البرازيلي تعرض لاصابه في قطع في الرباط الصليبي كمان، وان راموس لا يرتبط باي نادي لغايه دلوقتي. فابريزيو رومانو طبعا خبير الانتقالات في اوروبا لفت او قال في مصادر من ريال مدريد او مجرد رومرز كده بيقول ان ممكن جدا عوده راموس مره ثانيه وانتقاله من البي اس جي الى ريال مدريد. حضراتكم عارفين كمان زي ما اتكلمنا على كورتوا عنده رباط صليبي، كمان ميليتاو حارس طبعا او سيرد باك البرازيلي الرائع لريال مدريد كمان عنده اصابه بالرباط الصليبي، يمكن خلال مباراة الريال مع اتلتيكو بلباو السبت اللي فات، ده ضمن طبعا لقاءات الجولة الأولى في الليجا. طبعا فاكرين إن كمان راموس كان رحل عن ريال مدريد وراح لباريس سان جيرمان في صيف 2021 بعد انتهاء عقده، فشل مفاوضات التجديد معاه، ويمكن زي ما بقول لحضراتكم كان في مشكلة كبيرة ما بين الطرفين ما بين رئيس النادي وما بين راموس، وكان خروج راموس من ريال مدريد كان خروج
كان خروج يعني في تساؤلات كثيرة جدا جدا، ولكن بعد التقارير بتقول دلوقتي ان راموس على اعتاب ريال مدريد. طالع في اخر الاخبار بيقول ان ريال مدريد يعني بينفي هذا الخبر، ولكن زي ما بقول لحضراتكم والاخبار كانت خلال الساعات القليله ان راموس قريب، لكن اعتقد في بيان رسمي طلع ريال مدريد ويمكن نفى هذه الاشاعات. طيب بالنسبه لتشيلسي، تشيلسي الحقيقه بيضم اغلى صفقات زي ما قلت لحضراتكم الموسم ده، وكشفت تقارير صحفيه انجليزيه في الساعات الماضيه ان نادي تشيلسي حسم التعاقد مع لاعب وسط فريق طبعا برايتون، اللاعب الاكوادوري موسيس كاسيدو، في منطقه في صفقه قياسيه بسوق الانتقالات في انجلترا. الحقيقه خبير الانتقالات زي ما بقول لحضراتكم فابريزيو بيقول ان انتقال هذا اللاعب قد يعني توصل خلاص تشيلسي الاتفاق مع برايتون للتعاقد مع موسيس ومقابل مبلغ كبير جدا، وصل ل 115 مليون جنيه استرليني. صفقه قياسيه الحقيقه على الصعيد العالمي كله الموسم يعني دوت، ومن طبعا المقرر يخضع اللاعب للفحص الطبي النهارده وهيوقع على عقود انتقاله لتشيلسي حتى 2031 طبعا، مع خيار التمديد حتى عام من 2023. طبعا لعيب كويس جدا، ظهر في برايتون عنده 21 سنه وانضم لصفوف برايتون يمكن في موسم 21-22، كان جاي من نادي من بلجيكا وتألق الحقيقه بشكل اكثر من رائع، وكان عليه خناقه الحقيقه ما بين ليفربول وما بين تشيلسي، ولكن الحقيقه طبعا زي ما بقول لحضراتكم تشيلسي بيدفع اموال كثيره جدا جدا للتعاقد مع لاعبين مميزين. طيب على سبيل المان يونايتد، رساله ناريه من تين هاج لماجواير. الحقيقه تين هاج المدير الفني للمان يونايتد بيقول على ماجواير انه من الافضل، يعني من افضل المدافعين في العالم، وانه الحقيقه المشكله اللي بتواجه ماجواير هو عدم الثقه في نفسه بشكل كبير جدا، ومن خلال طبعا زي ما حضراتكم عارفين يمكن الاسابيع اللي قبل انطلاق البريمير ليج كان سحب اشاره الكابتنه او اشاره الكابتن من ماجواير، ولكن ده لا يعيب ايضا، يعني تين هاج بيتكلم عليه ان هو لعيب مميز جدا، لعيب كبير عنده امكانيات كبيره جدا، ولكن ينقصه بعض الثقه في نفسه زي ما بقول لحضراتكم، رغم ان طبعا تجريده من شاره القياده في الصيف دوت، لكن يعني عنده ثقه او المدير الفني بيثق فيه كثيرا. وتين هاج في بعض التصريحات للبي بي سي قال ان ماجواير يستطيع ان يصبح قلب دفاع من الطراز الرفيع، وهو الافضل لانجلترا، وبالتالي ما عندوش مشكله يكون موجود معانا، ولكن قال معلومه صغيره كده، لكن على ماجواير الحقيقه انه يثبت ذلك لانه لا يملك الثقه الكافيه في القتال، توجب عليه طبعا الرحيل وبالتالي يتخذ القرار المناسب. كمان زي ما بقول لحضراتكم ان تين هاج كمان عنده مشروع وعنده امال كثيره جدا الموسم ده انه يحصل على البريمير ليج النهارده السنه دي. الموسم الحقيقه هيكون كالعاده موسم مشتعل في البريمير ليج. ماجواير حضراتكم عارفين ان مانشستر يونايتد هيخوض اول مباراه النهارده في الدوري يمكن بعد نهايه حلقتنا بتقريبا ساعه، يعني الساعه 10 ان شاء الله بتوقيت القاهره، عنده طبعا مباراه مع وولفهامبتون على ملعب اولد ترافورد. طيب نروح سريعا بعد ما خلصنا اخبارنا سريعا نشوف كمان الصحافه العالميه قالت ايه في المحترف. نبدا جولتنا في اسبانيا، جريده ايس الاسبانيه اللي اهتمت بريال مدريد وكتبت ماساه اخرى في ريال مدريد باصابه ميليتاو بقطع في الرباط الصليبي. اهتمت الصحيفة كمان بتتويج منتخب ناشئي اسبانيا لكرة اليد ببطولة العالم، طبعا المنتخب الوطني حصل زي ما حضراتكم عارفين على المركز الرابع في البطولة اللي أقيمت في كرواتيا، ومن لهم ألف مبروك على هذا المركز، الحقيقة أدوا بطولة أكتر من رائعة ومنتظرين إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية أكتر من كده. نروح لفرنسا، صحيفة ليكيب الفرنسية اللي ركزت على باريس سان جيرمان طبعا وكتبت مبابي يعود ونيمار يخرج، خاصة ان طبعا مبابي عاد امبارح للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق بعد انتهاء ازمته مع النادي الباريسي. نيمار تقريبا زي ما قلت خلاص انتقل الى نادي الهلال السعودي في هذا الصيف.
انجلترا وجريده سان الانجليزيه تحدثت عن قرب انتقال الاكوادوري زي ما قلت لحضرتك كاسيدو لاعب برايتون الى صفوف تشيلسي مقابل 115 مليون جنيه استرليني في صفقه هي الاغلى في تاريخ الدوري الانجليزي الممتاز. كمان الصحيفه اهتمت بالنواحي الشخصيه لهذا اللاعب واكدت ان اللاعب كان بيستعير حذاء الكره في مرحله الشباب للعب في صفوف الفريق المحلي في الاكوادور، وان بدا مسيرته في اللعب في ملاعب ترابيه، فضلا انه كان اصغر اخ ل 10 اشقاء جميعهم كان يعمل لاعاله الاسره. اكدت الصحيفه ان كمان المكان اللي كان بينتمي ليه كاسيدو بيبتسم طبعا بالفقر، ويمكن ان يقع في احد في نوعيه يعني ضعيفه جدا من الحياه القاسيه. رغم ذلك كاسيدو على اعتاب انه يكون اغلى صفقه في تاريخ الدوري الانجليزي، خاصه ان ظروفه كانت هدف او يعني كان ظروفه كانت بتاهله وبتدفعه لطبعا الخروج من طبعا هذه البؤرة الفقيرة جدا، وبياخد كمان أهله وبينطلق إلى البريمير ليج، ويعتبر أغلى صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي. في إيطاليا جريدة توت ميركاتو بتقول إن جابريل جرافينا طبعا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بيفاضل ما بين سباليتي وأنطونيو كونتي لخلافة مانشيني اللي استقال من تدريب منتخب إيطاليا. وأكد التقرير إن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم هيحدد اسم المدير الفني الجديد للمنتخب الإيطالي الأسبوع الجاري، نظرا طبعا للاستحقاقات المهمة جدا للمنتخب الإيطالي. دي كانت الصحف العالمية. أما أخبارها هنروح لفاصل سريع، بعد الفاصل هنستقبل نجمنا النهاردة الناقد الرياضي محمد البرن. اهلا بحضراتكم مره تانية، بنرحب بنجمنا وضيفنا النهارده محمد البرمي علشان يكون موجود معنا في المحترف عشان ناقش كل الملفات المتعلقه بالنهارده بحلقتنا. وحشتنا محمد. ربنا يخليك كابتن، منورنا جدا، مبسوط ان انا معاكم النهارده. ربنا يخليك، منورنا ومشرفنا، من الشخصيات الجميله يعني. ربنا يخليك كابتن، شرف ليا. استاذنك عندنا كالعاده يعني بنقدم لحضراتكم دايما اللعيبه المصريه المحترفه او المتواجده في الدوريات الاوروبيه. النهارده معانا نجم آخر، الأسبوع اللي فات كان عندنا مصري في ألمانيا، النهاردة عندنا مصري في النمسا. الحقيقه كل الشكر للفريق الاعدادي اللي يعني بيجتهد الحقيقه بقالنا شهور وشهور بنقدم نماذج للعيبه مصريين او مزدوج الجنسيه متواجدين في دوريات الشباب في اوروبا. الحقيقه ملف مهم جدا، ويعني مش هبطل ان انا نقول ان ده ملف مهم جدا وعلى اتحاد الكره انه يهتم بهذا الملف. طيب محمد، ملف مهم لكن اتكلمنا عليه كتير الحقيقه، ونتمنى ان اتحاد الكره يكون عنده رد فعل سريع لهذا الملف. لكن عايز أبدأ معاك بالدوري الإنجليزي. ضحكت ضحكة حلوة طبعا. يعني هاخد رأيك الأول قبل ما نتكلم في كذا حاجة، رأيك الشخصي في رد فعل محمد صلاح، وده مهم جدا. يعني محمد صلاح يعني نجم كبير، وأعتقد من نجوم أحد طبعاً. نجوم البريمير ليج بشكل كبير. شفت رد الفعل امبارح إزاي بعد خروجه في الدقيقة 72؟ يعني يمكن نجومية محمد صلاح واسم محمد صلاح يخلي شوية رد الفعل محل انتقاد. يعني الانتقاد محمد صلاح في واقع زي دي اعتقد مش حاجة غريبة. يعني في النهاية صلاح نجم كبير واسطورة ليفربول، لما يكون رد فعله عنيف بالشكل ده او غاضب بالشكل ده طبيعي جدا يكون في انتقاد ليه. يعني انا ما كنتش معاه في رد الفعل ده، رغم ان انا شايف ان التغيير خاطئ وتوقيته كان خاطئ جدا وحتى مش مناسب لطريقه لعب كلوب في الدقايق الاخيره. خلاص كلوب كان محتاج لاعب بيقدر يعمل اسيست كتير، يقدر يحرك الفريق، يقدر يمارس ضغط على دفاعات ليفربول، خاصه مع لعيب سريع بيجري كتير زي نونيز. فالتغيير في حد ذاته خطا كبير جدا من يورجن كلوب. لكن رد الفعل ما كانش افضل حاجه محمد صلاح. لكن رغم ذلك ما بشوفش برضه ان هو رد فعل يعني عنيف يا دوب. يعني هو قلع بتاع ورماها كده، مش هو ما كانش سلم على زمايله وطلع اعتقد بالزبط. شويه بس يا كابتن، ودي يعني اوقات بحسها، ما اعرفش ممكن يكون احساس شخصي بعض الشيء، ان تحديدا محمد صلاح اي قليل قوي ما بيعمل رد فعل. بس لما بيعمل رد فعل بيكون الرد الفعل على رد فعل محمد صلاح
غريب، اوقات بيكون في انتقاد غير مبرر. يعني شفنا تصريحات روي كين، روي كين ده يعني مشاغب وبيعمل مشاكل طول الوقت، فبينتقد تصرف بسيط جدا محمد صلاح يعني، فرد الفعل اوقات بيكون على محمد صلاح مش يعني غير مبرر من الاعلام الانجليزي اوقات، يعني بشوفه بيكبروا اوقات رد الفعل بتاع صلاح. اعتقد لو ده ما حصلش كان تعدي عادي جدا، مجرد غضب من اللاعب، المدرب تفهمه واللاعب تفهمه خلاص، يعني ده بيحصل طول الوقت. وده ينقلنا لعمليه ان انت مهما عملت ومهما وصلت هتفضل في نقطه عندهم والواحد دايما بيلاحظها، مهما عملت ووصلت وبقيت مهما يعني عملت، مع احترام الفان دايك مع احترام الارنولد مع احترام الاليسون مع احترام اليورجن كلوب وليفربول، محمد صلاح هو ليفربول، فلما استبعده من 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 كابتن ليفربول ونائب كابتن ليفربول اعتقد دي ده مثلا نفس اللي حضرتك بتتكلم فيه ده، ان انت مهما عملت في جزئيه كده انت ما بتوصلهاش، ما بتفهمش ايه اسبابها. محمد صلاح اولا واخيرا طبعا هم بيشوفوا ان حد وصل لهذه المرحله بيكون في نوع من انواع الغيره، يعني طبيعي لكن في نفس الوقت هذا اللاعب يستحق التقدير. رفضه العرض كبير جدا من الدوري السعودي في مقابل التزامه بعقده مع ليفربول كان يستحق هذا التقدير. الموسم الماضي برضو كان البعض بينتقد تجديده ليفربول برقم كبير، لكن هو اثبت لولا ليفربول لولا محمد صلاح السنه اللي فاتت ليفربول ليفربول كان حقق المركز العاشر مثلا او المركز 12 في الدوري. فكل ده على الاقل خالص اما انه يحط محمد صلاح في نائب القائد الفريق او قائد الفريق، يعني في النهايه في جزئيه كده احنا طلعنا من جزئيه الانتقاد محمد صلاح لجزئيه ان انا لا اشعر ان محمد صلاح بيحظى بالتقدير اللائم والمناسب ليه في الدوري الانجليزي او مع لغايه دلوقتي حتى الان. طيب هنتكلم كمان على جزئيه كمان الحاله الفنيه لليفربول وادائه في المباراه الاولى، لكن هرجع خطوه لورا. بنقدم هنا في المحترف بقى لنا فترات طويله جدا بعض اللعيبه الشباب اللي بيلعبوا في اوروبا، الحقيقه عدد كبير جدا من اللعيبه. والنهارده كمان كان في خبر انتقال عمر خضر طبعا لاعب زد لاستون فيلا، شايف ده ازاي وشايف ده اهميته ايه؟ ان ولاد هو لسه كمان ما تمش 18 سنه ولكن راح فترة معايشة كويسة والناس اهتموا بيه بشكل كويس ونال اعجابهم وبالتالي هيكون متواجد يعني مع أستون فيلا في الفترة اللي جاية. مظبوط، وحضرتك تستحق حقيقي الشكر على ملف المحترفين. انا فاكر ان احنا اتناقشنا من فترة طويلة برضو في هذا الملف، اتكلمنا ازاي يكون عندنا داتا جاهزة خاصة باللاعبين المصريين المحترفين، وبدأ فعلا يتم النظر لعدد كبير من اللاعبين في اوروبا، فده يحسب لحضرتك جدا ويحسب للبرنامج. وجود لاعب زي عمر خضر او لاعبين شباب مصريين في اوروبا هو في النهايه مكسب كبير للكره المصريه، مكسب كبير حتى للانديه المصريه، مكسب كبير جدا للكره بشكل عام. فبالتالي خروج لاعب زي عمر خضر في سن زي ده حتى لو طبيعي جدا ممكن ما يلعبش مع استون فيلا شباب او فريق اول او فريق رديف، بس ممكن ينتقل من استون فيلا لفريق تاني ياخد الاستعداد يجهز يبقى جاهز بشكل كويس، ده في النهايه بيعود بالنفع عليك انت ككره مصريه كمنتخب مصر. في شك طبعا. فبالتالي انت بيكتسب خبرات كمان اللعيب في السن ده. بيكتسب خبرات، وانا بشجع لعيبه المصريين الشباب اللي عندهم فرص احتراف حتى في انديه صغيره في اوروبا ان هم يخرجوا يعني يجربوا ده ويخرجوا، الانديه كمان تسهل على خلي بالك دلوقتي كمان يا محمد تبص للانديه الكبيره بحجم مثلا نيوكاسل، نيوكاسل عمل صفقه مع لاعب من اعتقد من ناميبيا من دوري النرويجي. فهو بياخد لعيب مميز ويبدا هيعمل له اعاره مثلا في اندوهوفين، لكن هو ملك النادي وبالتالي النظره على الولد عنده 18 و19 سنه على مستوى السوق الاوروبي اتغيرت تماما طبعا. تماما يعني ما بقاش بقى الولد ده لسه 18 سنه ل 19 قبل سنه. قبل الهوا مفيش 10 دقائق تشيلسي اتعاقد مع برونو لافيا لاعب ساوثهامبتون اللي كان هدف ليفربول باكثر من 50 مليون استرليني، وده لاعب عنده 19 سنه. فبالتالي انت لما بتدي فرص كبيره لعدد كبير من اللاعبين المصريين يخرجوا في سن صغير هو بينضج بدري، اللاعب عندنا بيوصل 23 سنه ومفتقد فاقد كتير جدا من اساسيات كره القدم، فبالتالي انت بتحبس اللعيبه عندك، بعد شويه الدوريات بتاعت السن ده تتلغي، اللعيبه دي ما بتلاقيش فرص ثانيه تلعب فيها، فاللعيب مستواه اما بيضيع وبيتاثر وما بيظهرش مره ثانيه، فبالتالي انت كمان ما بتستفدش ماديا، انت ليك حق رعايه ممكن تستفيد منه، انت ليك ان انت ممكن تبيع اللاعب ده بعد شويه لنادي تاني تستفيد منه، فانت حتى لو اللاعب ده مش هينضم الفريق الاول فتقدر تستثمر فيه وهتستفيد. يعني بين كل 10 لاعبين لو طلع لاعب واحد بس بيلعب في الدوري الاوروبي ده بيلعب في سويسرا او في المانيا او في غيره انت في النهايه مستفيد، منتخب مصر مستفيد. وكمان لازم شويه يبقى واضح اللاعب يحترف من سن كام سنه،
ايه اللي محتاجينه، وخلي بالك على مستوى افريقيا الناس كلها يعني كل اللعيبه على مستوى البريمير ليج هتلاقي لعيبه افارقه كبير جدا. الحقيقه ملف الشباب مهم جدا، ولازم نتعلم من التجارب الدول الافريقيه اللي يمكن لعيبتها بيغزو حاليا الدوريات الكبرى. معانا سي جي عن لاعبين يمكن لاول مره بيخشوا لبوابه الدوريات الخمس الكبرى، كلهم افارقه، وزي ما شايفين يا محمد يعني لعيب ايفواري انتقل من نادي من السويد راح تشيبل يونايتد، لعيب نيجيري من يونيون البلجيكي لباير ليفركوزن، لعيب من غينيا من كلاب بروج البلجيكي اتنقلت لستراسبورغ، انغولي من كلاب بروج راح اولمبيك ليون. ده كلها لعيبه لاول مره بتروح للدوري او الدوريات الخمسه الكبرى. السنغالي سانيه راح من نادي صغير جدا لميتس الفرنسي راح، والسنغالي الثاني لامين دياك من انقره لنانت الفرنسي، النيجيري ادمز من نادي نرويجي لفرنسا في مونبلييه، المغربي اسامه العزوزي من يونيون البلجيكي لبولونيا الايطالي. انا عايز اخد اللي هو انتقل من ايه، وايد كلامك ان مش لازم يا جماعه الولد الصغير يطلع من مصر على البريمير ليج. في مرحله انتقاليه، وكل اللعيبه الافارقه اللي انت شفتهم دول اللي انتقلوا للدوريات الخمس الكبرى كلهم كانوا في انديه يعني ايه، اللي بيلعب في الدنمارك، اللي بيلعب في النرويج، اللي بيلعب في السويد، لكن محطه بالنسبه لهم اللي يخش ويحط رجله في سن صغيره زي ما انت بتتكلم. يعني مظبوط يا كابتن، يعني انت في النهايه سن صغير انت ده مؤهل انه يروح انديه ثانيه. في جزئيه فيما يخص السن الصغير تحديدا، حضرتك كده قابلت ده كتير جدا، ان لحد سن 14 سنه 15 سنه لو ناشئين الاهلي او شباب الاهلي او الزمالك او اي فريق مصري بيلعب قصاد برشلونه او ريال مدريد المستوى متقارب جدا. بعد ال 14 سنه مستوى بيختلف تماما ما بين اللاعب المصري وبين اللاعب، لان خلاص بتنتقل لحد 14 بيحكم الموهبه هي اللي بتحكم ما بين اللاعب يلعب في الاهلي ولا بيلعب في برشلونه. بعد ال 14 يبدا يدخل الاساسيات، يدخل الاكل، يدخل الجسم، فتختلف اللاعب اللي انت لعبته وانت عندك 14 سنه تروح تلعبه وانت عندك 16 سنه بتخسر 10-0 بعد ما انت كنت بتكسب 2-3. اللاعب بعد ال 15 سنه هو لحد ما الموهبه هي بس بتتحكم، اللاعب المصري هو رقم واحد يكسب ريال مدريد وبرشلونه. بعد ال 14 خلاص ما هو ما فيش موهبه، انت بتتكلم في التطور بقى، تطور الموهبه دي خلاص زمن الموهبه انتهى، بص تطور اللاعب، شوف جسم بدري 18 سنه او جافي اول ما طلع جسمه عامل ازاي، بنيانه عامل ازاي، ازاي بيقدر يدخل التحامات. اللاعب عندنا 24 سنه لسه جسمه ضعيف. وخلي بالك انت بتتكلم في نقطه مهمه، هو كمان مش مطالب هو عنده 24 سنه انه ياخد بطوله او ياخد دوره. يعني احنا يعني فكرتيني بزمان قوي، كان طلعنا بريمن في المانيا واحنا في قطاع الناشئين النادي الاهلي، عملنا دوره في بريمن الحقيقه خدنا البطوله، وكان عندنا زي اكتساح بنكسب بالاربعه وبالخمسه والسته. لكن تعالى بقى لما توصل 17 سنه وتلعب 17 18 سنه مستحيل، الامور مختلفه، مش هتوصل للجون اصلا. يعني مش مستحيل، انت في السن ده انت بيحكمك موهبتك بس زي الفريق الثاني بيحكمك موهبته، انت موهبتك افضل منه، بس هو بعد ال 14 او بعد ال 15 سنه اللي هي سنين التطور، هو بياكل ايه، هو بينام ازاي، هو بيتدرب ازاي، بيتدرب على الاساسيات مركزه ازاي، بيشتغل ازاي. فانت بتروح خلاص موهبه، مفيش موهبه، انت بتتكلم ان ده بقى عنده موهبه وعنده كمان تطور. ما بقتش الموهبه هي الاساس، بتبقى موهبه زائد عوامل كتيره جدا. في لعيبه 25 سنه تمركزهم في الملعب لحد دلوقتي مش صحيح. صحيح، فبالتالي انت جسمه، في لاعب 24 سنه جسمه بنيانه نفسه ضعيف جدا، فبالتالي انت في الالتحامات هتعمل ايه لما تيجي تحترف او تخرج وانت عندك 18 سنه و19 سنه عشان تحترف؟ بنيانك انت كلاعب هيتعامل مع اللعيبه دي ازاي؟ في النهايه قوه في الالتحامات وكل الحاجات دي. صحيح. فبالتالي احنا كمان اللعيبه لازم تشتغل على نفسها، الانديه لازم تشتغل على ده، ولازم يبقى في هدف في الانديه. يعني في انديه حاليا بتعمل ده زي زد مثلا، لما طلع عمر خضر هو بدا يعمل ايه، هو عنده مجموعه من اللاعبين هو شايف ان المجموعه دي بعد سنه بعد اثنين اللعيبه دي تصلح للاحتراف، هو بيعاملها على انه بيجهزها انها بعد سنه سنتين تحترف. مش عيب جد، مش عيب ان اي فريق في مصر طبعًا يتعامل بالمنطق ده، ان انا عندي خمس لاعبين في الفريق الشباب، الخمس لاعبين دول انا بجهزهم يطلعوا فريق اول او ان هم يحترفوا. هو ده الصح، انك انت عندك هستفيد ماديا منه. بالظبط، انت بتشتغل على جزء بتشتغل على مستوى الفني انه لو في افاده منه يبقى يصلح للفريق الاول، او على مستوى التسويقي انه ممكن جدا محتاج سنتين ممكن يكون عنده تجربه بره مصر وتستفيد ماديا وتطلع فلوس. برايتون في الدوري الانجليزي في تقريبا في ست شهور باع لعيبه ب 600 مليون
300 مليون استرليني يعني اخرهم كايسيدو النهارده لتشيلسي 115 مليون، وفي ماك اليستر مع في ليفربول، وفي بن وايت في 6 شهور بس، وحارس سانشيز حارس 6 شهور بس، هو كسب 600 مليون باوند استرليني. فانت كمان هتكسب يعني. احنا بنتكلم النهارده الدولار سعره مرتفع، لما بتبيع لاعب ب 2 مليون دولار فانت بتتكلم انك دخل خزينه النادي عندك 60 مليون او 62 مليون جنيه. صحيح. فتقدر تصرف على قطاعات ثانيه. طيب، من خلال طبعا حرص اكيد النادي الاهلي دايما على تحسين الدوري المصري وتحسين الكره المصريه بشكل كبير. الحقيقه كان في خبر النهارده وان النادي الاهلي بيناشد اتحاد الكره والجهات المسؤوله بحضور الساعه الكامله للجماهير في الدوري الموسم القادم. الحقيقه قدام حضراتكم الطلب او البيان ان الاهلي يطالب اتحاد الكوره بالتواصل مع الجهات الامنيه للحضور الجماهيري بالساعه الكامله في الموسم الجديد. ارسل النادي الاهلي خطاب اليوم للاتحاد المصري لكره القدم بيطلب فيه التواصل مع الجهات الامنيه للموافقه على الحضور الجماهيري بالساعه الكامله لكافه المباريات في الموسم الكروي الجديد. جاء ذلك بعد طبعا التجارب العديده الناجحه على مدار المواسم الماضيه والدور الكبير لرجال الامن الموقرين الذين يستحقون التحيه والتقدير على الجهود التي بذلوها وكانوا وراء النجاحات التي اعادت الروح للملاعب من جديد. اكد النادي في خطابه ان الجهات الامنيه التي تعاونت مع كل عناصر المنظومه واسهمت في نجاح المسابقات الرياضيه في اللعبات المختلفه لن تتاخر كعادتها في تلبيه طلب الحضور الجماهيري بالساعة الكاملة في كل المباريات، خاصة أن هذا الحضور الجماهيري يلعب دور رئيسي في تصنيف المسابقات الكروية على المستوى القاري وتحديد قيمتها التسويقية، بالإضافة إلى حاجة الأندية للعوائد الإيجابية من وراء مساندة جماهيرها. طبعا الطلب الحقيقة جه في وقته، وطلب كلنا كنا بنتكلم على ازاي نزق الدوري المصري بشكل كبير. وخلينا نتكلم بكل امانه، الحضور الجماهيري عنصر مهم جدا وهو روح كره القدم، يعني روح الكره يعني. نادي الاهلي بيقدم طلب لاتحاد الكره وبيطلب الساعه الكامله في كل مباريات الدوري. والله انا بضم صوت النادي الاهلي وبناشد السيد مدير الامن والسيد وزير الداخليه ورئيس الجمهوريه ان الكره من غير جمهور مش كره. في النهايه في دورات رمضانيه بيحضر فيها جماهير اكتر من ماتشات في الدوري المصري، فلا القيمه السوقيه للدوري المصري ولا الدوري المصري هيبقى ليه قيمه من غير حضور جماهيري. صحيح. ولا الانديه تستفيد ماديا من غير حضور جماهيري. الحضور الجماهيري هو الاساس في كل شيء، هو الاساس. والحقيقه الجهات الامنيه في مواقف كثيره جدا كانت موجوده بشكل اكتر من رائع في بعض المباريات، في بعض حتى على مستوى اللعبات الاخرى كان في تواجد جماهيري وتنظيم اكتر من رائع، وبالتالي التجربه اتعملت ونجحت يعني. كتير ماتش الهلال يعني اقرب ماتش كان فيه عدد كبير حضور جماهيري كبير كان ماتش الاهلي والهلال السوداني 50,000 متفرج. صحيح. كان منظر عظيم جدا يعني. في النهايه كل الاجراءات الامنيه المطلوبه لازم تتعمل ومطلوب انها تتعمل وعلى الانديه الالتزام بيها، لكن على الاقل خالص لازم يكون في حضور جماهيري، لو مش بالساعه الكامله على الاقل 70% من الساعه. احنا كمان لو بنتكلم ان احنا حتى لو فتحنا الحضور الجماهيري، كم ماتش في الدوري المصري بيحضر فيه جمهور اصلا؟ يعني احنا عندنا مش كل الماتشات في الدوري المصري ماتشات جماهيريه، هنشوف ماتش الاهلي، ماتش الزمالك، ماتش المصري، ماتش الاتحاد، هي ماتشات قليله هيبقى فيها حضور جماهيري. اختلفت خالص يا محمد. انا فاكر اول مباراه لعبتها مع النادي الاهلي كانت قدام الاولمبي، الاستاد كان متقفل طبعا. يعني تحس ان طبعا يعني، لكن البدايه مهمه انك طبعاً. تاخد او الشكل يبقى فيه الاستاد مليان طبعا. وخلي بالك على المستوى الفني اللعيبه بتزيد، على مستوى الاثاره الدنيا بتبقى افضل كتير كل جدا. كل حاجه اللعيبه دي بتلعب للجمهور في النهايه. الجمهور ده هو اللي بيشحن اللعيبه عشان تطلع اللي عندها. فبالتالي الحضور الجماهيري بيفرق جدا كمان في مستوى اللاعبين، بيفرق جدا عشان المنتخب مصر كمان لما بيلعب مع فريق افريقي. اتمنى ان يكون في على الاقل 50 او 70% كبدايه يبقى فيه على الاقل من 50 ل 70% من حضور جماهيري. مش لازم الساعه الكامله، حتى لو في ازمه في الساعه الكامله مش لازم ساعه كامله، بس لو 70% من حضور الجماهيري في كل المباريات باستثناء المباريات الكبيره للاهلي او الزمالك في افريقيا، دي يكون الحضور بالساعه الكامله. اعتقد ان الجهات الامنيه عندنا قادره بشكل كبير طبعا جدا انها تعمل ده، وعندها كل الامكانيات اللي بتعمل ده، ونجحت كتير جدا في انها تعمل ده. مصر نظمت بطولات كبيره جدا. فاتمنى ان طلب اتحاد طلب الاهلي يقابل ب الموافقه، واعتقد ان شاء الله اداره الاهلي قادره انها توصل. خطوه ايجابيه جدا طبعا من اداره النادي الاهلي، طلب في سبيل
كتير بالساعه الكامله للدوري كل شوف الاستاد مليان، يمكن غابت الى حد كبير في بعض المباريات، لكن دايما النادي الاهلي سباق الحقيقه. طيب خلينا نرجع للكره الاوروبيه. شفت بقى احنا اتكلمنا على موقف محمد صلاح وردود الافعال اللي كانت مبالغ فيها بشكل كبير جدا. عايز اخدك للنواحي الفنيه، شفت ليفربول بدايته في الموسم عامله ازاي؟ ورؤيتك للشكل الفني كمان على مستوى فريق تشيلسي. يعني ما طمنتش من ليفربول، ما طمنتش من اداء ما طمنتش. انا مشجع ليفربول طبعا، يعني انا ما طمنتش ليفربول خالص. وشايف ان لو ليفربول قبل نهايه الفتره الانتقالات دي ما تعاقدش مع لاعبين، لاعب في خط الدفاع ولاعب في رقم 6 في وسط الملعب، اعتقد هيعاني بشكل كبير جدا، وما اعتقدش هيكون بين الاربعه الاوائل في الدوري الانجليزي. يعني شفت الديفو فين؟ هل عنده مشكله دفاعيه؟ هل وسط الملعب مش هو القادر على حسم الامور؟ هل الخط الامامي عنده مشكلتين ما تحلوش لحد دلوقتي؟ هو ما عندوش مشاكل ليوصل للجون، هو بيوصل للجون بمنتهى السهوله، ومحمد صلاح بيسهل الدنيا، ونونيز وحتى دياز لعيبه جامده جدا تقدر توصل للجون. انا بشوف ان خط الدفاع مازال ثغره في الفريق، واداء فان دايك يعني مش افضل اداء. اعتقد كل لعب بيكون على ابراهيم كونتي في خط الدفاع، حتى في التغطيه على ارنولد ما تحسنش دفاعيا حتى اللحظه، وكان كلام ان ارنولد هيدخل نص الملعب. على فكره كان بيخش كتير نص الملعب في الماتش، كان بيخش كتير جدا، فبيسيب مساحه كبيره في كوره لتشيلسي، هو مغطي الاوفسايد، الجون نفسه مغطي، كان يا دوب حاجه بسيطه مغطي الاوفسايد، فبالتالي هو في ثغره في الجزء ده ما اتحلتش. البديل لروبرتسون مش موجود، كان المفروض يكون في تعاقد مع لاعب سته بعد خروج فابينيو وهندرسون، ما فيش. يعني احنا ماكاليستر في النهايه لاعب يقدر يوصلك للجون، يقدر يلعب 8، يقدر يحرك الفريق. بس على فكره كمان توظيفه كان غريب قوي، توظيفه سته، لان هو ما عندوش لاعب سته في يعني الفرقه كلها ما فيش لاعب سته، فبالتالي هو اثر على مجهوده في الحاله الهجوميه، وسوبوزلاي وجاكبو، يعني هو اضطر ان هو يجيب جاكبو في نص الملعب، فبالتالي خسر ثلاث لعيبه في تغيير واحد. فلو ما فيش لاعب في قيمه كايسيدو مثلا اللي راح تشيلسي في وسط ملعب ليفربول، ولو ما فيش مدافع بديل، كان في خناقه، ليفربول كان متمسك باللاعب، لكن طبعا يعني ما انت في لاعب عنده في اتفاق مع تشيلسي من يونيو او يوليو اللي فات، فانت جاي تدخل فيه وبتقول ان انت معاك 115 مليون يورو للتعاقد معاه، فبالتالي مستحيل. انت وفي نفس الوقت انت بتقول معذب ساوثهامبتون بقالك شهر كامل عشان 3 مليون يورو، فلا خدت كايسيدو ولا خدت لافيا، راح هو كمان تشيلسي، فبالتالي انت خسرت كل اهدافك في سوق الانتقالات. فعشان تروح تجيب لاعب تاني في مركز 6 مفيش، هتضطر تروح اما فالفيردي او تشاوميني من ريال مدريد. ريال مدريد مش هيسيبهم اقل من 120، مش هيسيبهم باقل من 120. الحاجه الثانيه، انت في سوق الانتقالات عملت غلطه كبيره جدا، انت قلت بينت لاي فريق ان انت محتاج لاعب في المكان ده، وان انت معاك 115 مليون قادر تصرفهم، فاللاعب ابو 50 مليون يورو لليفربول هيبقى ب 100 مليون يورو خلاص، انت محتاج ومعاك فلوس ادفع، فبالتالي انت خسرت الهدف الاساسي بتاعك وضريت نفسك في سوق الانتقالات، غير ان مفيش في المركز ده، خلاص الكواليتي، والكواليتي هيبقى غالي جدا، كل الكواليتي الجيد راح لانديه تانية، راح لتوتنهام، راح لمانشستر يونايتد، راح لارسنال، ديكلان رايس مثلا. يعني طبعا. انت معاك 115 مليون يورو وقادر تدفعهم ديكلان رايس، يعني ديكلان رايس موجود، كنت دفعته في بلينجهام مثلا، فبالتالي انت اعتقد هو مش هيقدر يجيب لاعب يحل الازمه دي لحد مثلا على الاقل في يناير ونهايه الموسم، فده هياثر عليه بشكل كبير. موسم الانتقالات لغايه 31 اغسطس هيغلق في اوروبا، الاختيارات المتاحه مش كتير وهتبقى مغامره. الحاجه الثانيه، انت عندك حتى الاثنين اللعيبه اللي موجودين هم مفيش حد خبرات يضيف لهم، يعني في النهايه ماك اليستر نفسه 24 سنه، سوبوزلاي 22 سنه، وده اول موسم ليهم يعني مع ليفربول، فبالتالي محتاجين وقت. فاعتقد ليفربول لو ما حلش الازمه دي هيمر بازمه كبيره جدا. وما زلت بشوف ان فان دايك هو مدافع كبير واسم كبير، بس مدافع كبير واسم كبير بس. طيب متراجع جدا في مستواه. انا متفق معاك تماما. سريعا تشيلسي. قبل ما نشوف هنخش على تشيلسي بالظبط، عايز اخد رايك في تشيلسي سريعا، لان كمان زي ما بقول لك تشيلسي من الانديه اللي صرفت كتير جدا، 900 مليون دخل على مليار. الجاي تحديدا، من الموسم الجاي تحديدا مفيش فريق في انجلترا هيكون في مستوى تشيلسي.
يعني اعتقد هو قفل المنهج خلاص، يعني جاب كل اللعيبه. طب رؤيتك الفنيه هل قادر على المنافسه بقى؟ قادر على المنافسه، قادر على المنافسه، او على الاقل خلاص هيكون بين الاربعه الاوائل، هو هيكون حاجز مكانه بين الاربعه الاوائل. يعني اعتقد لسه مانشستر سيتي ما فيش حد قريب منه يعني خلاص، يعني هو مانشستر سيتي اعلى حد، وحتى بتعويض النقص اللي عنده بضم باكيتا اذا حصل، اعتقد هو خلاص ما عندوش ازمات كبيره جدا لا دفاعيا ولا في نص الملعب ولا هجوميا. فاعتقد مانشستر سيتي في مكان لوحده، ثم يجي باقي الانديه في الدوري الانجليزي صار على الثلاث مراكز، ثالث رابع ثاني، حتى تشيلسي مع بوكيتينيو ولا طبعا ولا اي فريق في الدوري الانجليزي. هو كان دايما بيقول كان الفرقه ماشيه بشكل كويس قوي. الغلط الوحيد للاداره هو توخيل، الاستغناء عن توخيل في وقت صعب جدا جدا. و بس انت شايف كم موسم استثنائي يعني. بوكتشينيو طبعا مدرب عنده خبرات الدوري الانجليزي، مدرب كبير جدا، والصفقات بتاع كابتن صفقات، يعني احنا بنتكلم ان اهم اثنين لعيبه نص ملعب العشر سنين الجايين تشيلسي ضمهم، يعني انزو فرنانديز او كايسيدو هم افضل اثنين في مراكزهم للمستقبل، جاكسون في خط الهجوم، لا يعني عنده عدد كبير جدا من اللعيبه مستوى كبير. يعني انا اعتقد على نص الموسم لما يبداوا ينسجموا المجموعه دي تقريبا كلها جديده، احنا لو بصينا على الاسماء الموجوده في تشيلسي فاسماء مش هنعرفها لان هي لسه جديده علينا، مع وكلهم صغيرين تقريبا في السن يعني. صحيح حركه المدربين كمان، يعني محضر لنا فريق الاعداد، حركه المدربين خلال السيزون اللي فات كان كمان عليه علامات استفهام كتيره جدا. يعني لو اتكلمنا على حركه مدربين، وكان يعني كان النقطة الوحيدة اللي تشيلسي والناس كلها اتكلمت على توخيل وتغيير توخيل في وقت كان صعب جدا، ولكن زي ما بنقول تغيير المدربين في على مستوى البريمير ليج كان حتى مثير للتساؤلات شوية. فنشوف من الفيديو جراف دوت لحركة انتقال المدربين في الدوري الانجليزي الموسم اللي فات، ونرجع مع حضراتكم. زي ما بقول لحضراتكم الشكل غريب شويه، 26 تغيير للمدربين في الموسم اللي فات في البريمير ليج، رقم كبير بالنسبه زي ما بنقول عمليه الاستقرار الفني داخل المنظومه الكرويه مهم جدا. لكن انا في رايي 26 مدرب كتير على البريمير ليج السيزون اللي فات، رقم كبير مش متعودين عليه في الدوري الانجليزي شويه، بس يمكن اغلبها بتمت في الفرق اللي بتنافس على الهبوط اكتر من الفرق الاساسيه. تلاقي يمكن فرقتين ثلاثه هم اللي كان عندهم ليدز يونايتد ساوثهامبتون تقريبا غيروا ثلاث مدربين، بيحاولوا بقى يلحقوا باي طريقه يعني. فاعتقد هي بيكون في الفرقه الصغيره، يمكن الفريق الكبير الوحيد اللي غير مدربين كان تشيلسي توخيل، وكانت دي غلطه كبيره جدا من اداره النادي وقتها. لكن فيما عدا ذلك هتلاقي لا الانديه الصغيره اللي بس برضه مش هيقدروا يكسروا الرقم بتاع مصر مهما عملوا، احنا عندنا 54 مدرب اتغير السيزون اللي فات. لا بس احنا كمان متفردين بحاجه ثانيه، مدرب واحد ممكن يمسك خمس فرق يعني. المدرب أيوة. بيلعب مع فريق بالليل، فتاني يوم يدرب الفريق اللي كان بيلعبه امبارح وكسبه يعني، انت فاهم اللي هو تاني يوم. احنا متميزين بالموضوع ده جدا يعني. طيب عايزين برضو يا جماعه ننزل نتائج الجوله الاولى من البريمير ليج، طبعا في مباراه لسه مان يونايتد لسه الساعه 10، لكن ايه النتيجه اللي لفتت نظرك خلال الجوله الاولى؟ طب نراجع معاك طبعا، يعني دي اتنين بيرنلي وخساره امام المان سيتي 3-0، وارسنال الفوز 2-1، وايفرتون 1-0 على فولهام، شيفيلد يونايتد خساره امام كريستال بالاس 1-0، بورنوس 1-1 مع ويست هام، برايتون وفوز كبير على طبعا الوافد الجديد لوتون تاون من الشامبيونشيب 4-1، نيوكاسل نتيجة كبيرة جدا كمان على أستون فيلا 5-1، برينتفورد تعادل المثير مع توتنهام 2-2، وتشيلسي
طبعا امام ليفربول التعادل 1-1. لسه المان يونايتد النهارده الساعه 10 ان شاء الله مع وولفهامبتون. شايف النتائج ازاي والنتيجه اللي لفتت نظرك يعني؟ وفي حاجتين لفتوا نظر، النتيجه ومدرب. النتيجه طبعا نيوكاسل على استون فيلا، استون فيلا فريق قوي جدا وعامل تدعيمات قويه جدا ومعاه مدرب كمان كويس جدا، فان نيوكاسل تكسب 5-1 وعملوا طبعا اداء يعني اداء مذهل، اداء قوي جدا، اللي هو انذار لكل الفرق اللي بتنافس على الدوري الانجليزي او بتنافس على المراكز المتقدمه. نيوكاسل بيقول انا حاجز هنا، ومؤشر كمان ان هو في دوري ابطال اوروبا مش هيكون فريق سهل خالص، فاللي هيتعامل مع انه فريق سهل هيتعاقب عقاب كبير جدا. الاضافات اللي عملها الفريق رغم انها قليله، كان البعض بيتوقع ان طبعا عشان صندوق الاستثمار السعودي ان انا هجيب صفقات كبيره ونيمار ومبابي، لكن هو لا، تعاقد مع عدد قليل من اللاعبين كلهم لاعبيها في مراكز حساسه جدا ومش نجوم كبار. يعني تونالي في كان مع الميلان مش اسم كبير ولاعب شاب، هو عمل موسم رائع طبعا موسم بس اللي فات، لكن شاب مش لسه عنده 24 سنه اعتقد. اول مباراه كان تقريبا نجم الفريق، عمل اداء كبير جدا. فلا نيوكاسل النتيجه طبعا كبيره لانه كمان كان بيلعب فريق كبير. الحاجه الثانيه لفت نظري مش نتيجه، هو مدرب رغم خسارته من مانشستر سيتي، لكن انا براهن ان كومباني هيقدم نسخه مختلفه تماما من بيرنلي. البعض كان بيتعامل مع بيرنلي اللي هو يلعب كره قدم امريكيه الاوت ويطلع واضرب بدماغك، لا، نسخه برايتون بيرنلي السنه دي مختلفه تماما. في الشامبيونشيب الموسم اللي فات كانت مختلفه، واعتقد هي الموسم ده مختلفه. فانا براهن على كومباني ان هو هيقدم موسم، اتعلم شويه من جارديولا والاداء كتير، واعتقد هو في وقت ممكن يكون خليفه جارديولا في مانشستر سيتي. طيب توقعات لنتيجه النهارده مباراه الساعه 10 مان يونايتد وبدايته الموسم ده هتبقى ازاي؟ يونايتد اعتقد يعني هيفوز. ولفرهامبتون بيمر بازمه حاليه كبيره بعد خروج لوبوتيجي واعتذاره يمكن قبل الدوري الانجليزي باسبوع تقريبا، اعتذر عن تدريب الفريق. اعتقد هم لسه هيمروا بازمه استقرار فني شويه في المباراه الاولى، فاعتقد مباراه اقرب لمانشستر. كمان مانشستر افضل من مواسم كتير سابقه، المدرب استقرار فني كبير، ضم لعيبه كويسه، كمل احتياجاته. اعتقد كمان مانشستر السنه دي ماشي بشكل مستقر اكتر من سنين فاتت. طيب على مستوى ارسنال شايفه ازاي؟ ارسنال كمان ممتع جدا نسخه ارسنال مع ممتعه جدا. اول مباراه لا، اداء كبير جدا. اعتقد ان هم مع ضم ديكلان رايس، وطبعا يعني خدوا خبر سيء جدا النهارده اصابه تيمبر، اول مباراه بقطع بالرباط الصليبي، اعتقد ده هياثر عليهم شويه. لكن الفريق نسخه ممتعه جدا، اداء كبير جدا، حاسمين جدا قدام الجون، مش اداء مراهقين، لا يعني الفرقه كلها سنها صغير. ديكلان رايس وجوده كمان ادى تقل كبير جدا في نص ملعب. كمان خلي بالك برضو يعني ارتيتا صرف كتير جدا، ارتيتا يعني صرف جاب لعيبه بارقام كبيره جدا، صرف كتير كمان. يعني هو لسه ما خرجش من سوق الانتقالات، اعتقد هو لسه شغالين على صفقات تانية، رايا حارس المرمى، صفقات تانية. اعتقد بعد اصابه تيمبر هي 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 هيبداوا يفكروا في التعاقد مع مدافع تاني. لكن بشكل عام النسخه الحاليه كانت نسخه كويسه جدا الموسم اللي فات، الموسم اللي ده هتكون افضل من النسخه الثانيه. وما زلت وراه الفريق الوحيد اللي يقدر يعمل مفاجاه على مانشستر سيتي هو. بس انت شايف المان سيتي مع البدايه ديت، مش بس البدايه كابتن، بس خلي البدايات برضه ما بتكون يعني خلينا نتكلم مش مقياس كبير مقياس، لكن هو بتحط صوره او بتبقى بدايه. الفريق مستقر، الفريق خرج منه جندوجان فقط، عوض جندوجان، هو عنده رودري في نص الملعب. يمكن اصابه دي بروين وعدم وجود جندوجان شويه صعبوا القصه عليه، لكن يبقى عنده خط دفاع قوي جدا، حارس مرمى قوي، عنده هجوم قوي جدا، هالاند يعني سفاح، راجل بيسجل بجونين وثلاثة ما ضيعش قدام الجون. بعتقد هو مع إصابة مع الإصابة اللي حصلت دي بروين هيبدأ يكمل الجزء ده. يمكن باكيتا كمان هو خلاص قربوا يخلصوا باكيتا، إصابة جامدة يعني بيتكلموا في شهرين، هي نفس الإصابة اللي كانت في دوري الأبطال، فبنتكلم شهرين مثلا، شهرين تقريبا، بنتكلم شهرين ثلاث شهور. فأعتقد هو شوية الجزء ده هو اللي هيبقى عنده مشكلة، هيعوضه، احنا لسه في سوق انتقالات يعني يقدر يعوض الجزء ده. لكن اجمالا لا، الفريق واقف على نفسه، ولو مش واقف على نفسه عنده جوارديولا في النهايه يعني اكيد. طيب خليني برضو عايز اقفل معاك النقطه بتاعت وناس ربطت، هل بعد المشكله اللي حصلت والانتقادات الكبيره على محمد صلاح، هل هيبقى في تفكير محمد صلاح ممكن يسيب ليفربول ويبقى في العرض السعودي ده متواجد مثلا في فتره الانتقالات، او ممكن لغايه دلوقتي الامور هتبقى واردة انه محمد صلاح يطلع؟ يعني ردود الافعال بقى
المبالغ فيها زي ما انت قلت على محمد صلاح وتأثيرها على قرار محمد صلاح، شايفه ازاي؟ يعني لا اعتقد صلاح عقليا اقوى من كده، اقوى من الفكره دي. ولو عايز او لو لسه بيفكر في الكلام، ما كانش رامي عباس رد في تغريده، فممكن لا اعتقد صعب جدا انتقاله للدوري السعودي. بس خلينا يعني منك بتشجع برشلونه، بتشجع برشلونه نتخيل يعني سيناريو هيتشكوك كده ان صلاح يعوض ديمبلي مثلا في برشلونه، يا ريت هيبقى حاجه جميله جدا الحقيقه يعني. بس اعتقد هيكمل في ليفربول. لا صلاح ما اعتقدش ان هو بسهوله كده بسبب ده انه يسيب الدوري الانجليزي. طيب انت جبت سيره برشلونه وانتقال طبعا مهم جدا، الدوري الاسباني وبدايته شفت ازاي برشلونه بشكل مختلف؟ هل الريال بعد يعني اصابه ميليتاو واصابه كمان كورتوا هيبقى عنده مشكله في الحاله الدفاعيه؟ شايف كمان بدايه الدوري الاسباني ازاي؟ يعني لسه البدايه ما تحكمش قوي، بس حاسس ان برشلونه وريال مدريد بيعانوا من مشاكل كتيره جدا. لو اتلتيكو مدريد شويه شد حلو شويه لا يقدر يسبق برشلونه ويسبق ريال مدريد. ريال مدريد هيعاني كتير جدا هجوميا، مفيش مهاجم في النهايه، انت الفريق بيضم لعيبه ونص ملعب بس، الدكه مش قويه زي الاول، اصابه ميليتاو طبعا هتصعب جدا، في كلام ان راموس ممكن يرجع يلعب. انت رايك ايه؟ مش افضل خيار لو ما فيش فلوس ان انت تتعاقد مع لاعب عشان لاعب فري، لكن خلي بالك هو برضه مشي وبعد كده كان عامل تويتر يعني فيها شكلها مش ظريف قوي. ما اعتقدش ان ريال مدريد هيفكر فيه، اعتقد ريال مدريد ممكن يفكر. ريال مدريد اذكياء جدا في التعاقد كمان مع لعيبه مش معروفين وصغيرين في السن ويطلعوا يعملوا نتائج كبيره جدا. يعني في النهايه كامافينجا، تشاوميني، لعيبه كتير جدا انضمت وعينهم كويسه جدا على اللاعبين الصغيرين. كان الاول بيبصوا اكتر للنجوم الكبار، ده الوضع مختلف. اعتقد هم يقدروا يعوضوا ده، وما زال ريال مدريد هو ريال مدريد، كانوا عنده نص ملعب قوي جدا ويقدر يعوض. كان الكل بيراهن ان مفيش هجوم المباراه الاخيره، كان رودريجو وفينيسيوس ومع ذلك سجل الجونين وكان خطير جدا وبيقدم مباراه كبيره جدا. برشلونه حاسس شويه عايز اكلمك على عثمان ديمبلي تحديدا، كان عنده اصرار كبير جدا انه يخرج، يعني حتى اللاعب كان عنده اصرار انه خلاص، اعتقد هو بيقول انه خلاص يعني وقت في برشلونه انتهى وعايز يعمل تجربه مع البي اس جي. شايف انتقاله ازاي؟ اعتقد هو بص له ماديا اكتر، اعتقد هو نسخه ديمبلي في باريس سان جيرمان مش هتقدم اي حاجه جديده، مش هتكون اضافه لباريس سان جيرمان، هيكون لاعب يعني جزء من الفريق في النهايه، لكن مش هو اللاعب المؤثر. لكن في برشلونه كان هو هيكون نجم المشروع ده، نجم مشروع برشلونه. احنا بنتكلم الموسم اللي فات الماتشات اللي كان بيلعبها، واحنا شفنا نسخه مختلفه تماما. صحيح. مع تشافي لعثمان ديمبلي، الفريق كمان كان محتاج لاعب زيه، فبالتالي كان عنده فرصه اكبر انه ينجح ويتالق مع برشلونه ويبقى قريب. طبعا حضرتك عارف ان ريال مدريد وبرشلونه شويه بيقربوا من فكره افضل لاعب في العالم والمنافسه طبعًا عليها والكلام ده كله، لكن نسخته مع باريس سان جيرمان هيكون لاعب كويس وهيقدم مباريات كبيره، لكن مبابي هيحجب الضوء عن لاعب زي الغريب يا محمد. ان يعني لو اتكلمنا على مبابي ونتكلم ان هو من 10 ايام كان خلاص الراجل كده ما بيروحش التمرين وشالوا صورته تقريبا من على الاستاد وخلاص مبابي مش موجود، وبعدين الخبر السريع جدا ان نيمار في السعوديه وان مبابي بدا التدريب، في ربط ما بين القصه؟ هل كانت المشكله ان وجود نيمار مع مبابي كان في مشكله ما بينهم؟ نيمار متواجد مع باريس سان جيرمان في التدريبات، مبابي قال لك انا همشي، بمجرد ان نيمار خرج بدا يبقى في استقرار وشكل جديد لمبابي مع البي اس جي. هل في علاقه ما بينهم؟ يعني العلاقه مرتبطه من الموسم اللي فات، كان باين العلاقه بينهم مش افضل حاجه، ومرت باوقات توتر كتير، وكان الصحافه كانت بتتكلم على ده. بس بعيدا كمان عن الجزء ده، حاشيه مبابي ذكيه جدا في اداره اموره، يعني هو يعني بيقدروا يلعبوا كويس جدا مع اداره باريس سان جيرمان، ويقدروا يلعبوا كويس جدا مع اداره ريال مدريد. في النهايه هيرجع ويلعب ويبقى موجود في الفريق وهياخد كل الفلوس اللي عايزها ويبقى نجم الفريق وهو النجم الاوحد وهيقدر يكمل. انا متفق معاك، لكن في بعض التقارير هي بتلوم طبعا على الاداره بتاعت اداره باريس سان جيرمان بتجاوبها المبالغ فيه بالنسبه لطلبات مبابي. يعني هي اداره ضعيفه امام مبابي، بس برضه لما نيجي نبص اللاعب زي مبابي هو قوه اقتصاديه كبيره جدا لفريق زي باريس سان جيرمان، نجم كبير هو. تقريبا هو اللي جاي بعد رونالدو وميسي، فانت ما زلت بتحتفظ باللاعب الاهم. او هم حبوا كمان يوازنوا، يعني احنا مع انريكي مثلا انا بعتبر ان افضل سوق انتقالات حصل في اوروبا كله باريس سان جيرمان الموسم ده،
كواليتي اللعيبه اللي انضمت مش اسماء كبيره زي ميسي ونيمار ومبابي، لكن هي اسماء جيده جدا. اسينسو، راموس، جونزالو راموس من بنفيكا، لعيبه مش نجوم كبار لكن كلهم صغيرين في السن، وفي كتير جدا منهم جه تعاقدات فري، فهو هيعمل فرقه مختلفه، وهنشوف نسخه مختلفه تماما مع لويس انريكي لباريس سان جيرمان. اعتقد هتبقى نسخه قويه حتى بتعادلها في المباراه الاولى. مع النسخه دي اللي بتبص شويه للتعاقد مع اللاعب بغض النظر عن نجوميته، انت عايز نجم زي مبابي مع المجموعه دي. اعتقد وجود نجم زي مبابي مع المجموعه دي هيكون لها شكل مختلف تماما. في نفس الوقت انا كاداره عايز احافظ على لاعب زي مبابي، انا لو بعته انا مش هستفيد في النهايه ماديا من مبابي، خلاص هيمشي اخر الموسم ببلاش، وهو رفض يخرج النهارده. احنا كنا بنتكلم في 300 مليون استرليني، 300 مليون دولار من الدوري السعودي، ورفض يخرج. فبالتالي الحل الامثل للاثنين ان هم يوصلوا لاتفاق، وده اللي حصل. وده الاتفاق اللي ما حصلش ما بين مثلا هاري كين واداره توتنهام. كان هاري كين كمان عنده اصرار واضح جدا انه عايز ينتقل للبايرن، وبعد طبعا اتمام الصفقه للاسف كمان هاري كين يعني يعني حظوظه ما كانتش جيده في اول مباراه السوبر الالماني، وخساره كبيره امام لايبزيج 3-0. شايف كمان انتقاله ازاي؟ هل هو هيعوض غياب ليفا بعد انتقاله لبرشلونه؟ هل هاري كين اخطا في انتقاله للبايرن؟ لان الناس بتقيسها بساديو ماني وانتقاله للبايرن ما كانش افضل حاجه، شايف ده ازاي؟ يعني اعتقد هو كان مكسب لهاري كين والبايرن والتوتنهام. توتنهام يعني انت عارف حضرتك في التفاوض صعب، ما بيرحموش ما بيرحموش. احنا بنتكلم 120 مليون يورو في موسم، يعني لاعب عنده موسم واحد يعني 120 مليون، يعني كان ممكن يمضي كمان في يناير. يعني لاعب في 6 شهور انت بتتكلم 120 مليون يورو، فده مكسب كبير جدا. هاري كين، الفرق بين هاري كين وساديو ماني قناعه تخل بيه هاري كين وعدم قناعته بساديو ماني، وكمان ان ساديو ماني خسر غرفه الملابس بتاعه بايرن ميونخ بخلافه مع عدد من اللاعبين، مع سواء ليرو ساني او مع مولر، فبالتالي ده طبعا اثر عليه بشكل كبير جدا. الحاجه الثانيه نجوميه هاري كين وقيمته كلاعب كقائد منتخب انجلترا بتفرق كتير جدا عن ساديو ماني. يعني الاسم كمان، الاسم طبعا قوه، يعني في النهايه كابتن منتخب انجلترا وهاري كين وهداف الدوري الانجليزي، وهاري كين ذكي كمان بده، لان هو لو انتقل لمانشستر يونايتد مفيش حد هياخد هداف الدوري الانجليزي في وجود هالاند، عشان نكون متفقين. فهو قدامه موسم او موسمين ان هو يروح يبدا تاني مع فريق مانشستر يونايتد او مانشستر سيتي، وده صعب يلعب على البطولات الاوروبيه. فبالتالي لما يروح فريق زي بايرن بينافس على دوري ابطال اوروبا كل موسم ويقدر يعمل ارقام كويسه ياخد هداف الدوري الالماني، فده مكسب كبير جدا ليه. فاعتقد هو مكسب يقدر يعوض ليفاندوفسكي، يقدر يعوضه طبعا. هاري كين واحد من افضل المهاجمين في العالم، ان لم يكن هو افضل كواليتي مهاجم موجود. يعني ظلمه وانتمائه لتوتنهام، اعتقد لو في فريق زي مانشستر سيتي مثلا كنا بنتكلم في 36 هدف في الموسم، 30 هدف وارقام كبيره جدا. الراجل كان شايل توتنهام تقريبا لوحده. لا، اضافه قويه جدا جدا لبايرن ميونخ، وبايرن ميونخ عمل سوق انتقالات السنه دي افضل كتير جدا من موسم سابق. طيب على مستوى ايطاليا كانت مفاجاه، يعني تقديم مانشيني استقالته من تدريب المنتخب الايطالي، وخلاص في تعاقد او قريبين جدا من سباليتي. طبعا رايك ايه كمان في هذا الملف؟ وارد جدا ان نشوف مانشيني في الدوري في منتخب السعوديه، منتخب السعوديه يكون المدير الفني للمنتخب السعودي. يمكن كانت الصحافه الايطاليه بتتكلم ان في اتفاق حصل من 10 شهور كمان، مش من 10 شهور، اتفاق من 10 شهور بين مانشيني وبين المنتخب السعودي، في كلام بقاله فتره طويله جدا بينهم. اعتقد يعني ده افضل للفريقين. هو كمان ما كانش مرتاح مع طريقه اداره الكره الايطاليه، وعبر عن انزعاجه اكتر من مره من الطريقه اللي بيدرب بيها سباليتي، وافضل المدربين الايطاليين حاليا ليعوض مانشيني. يعني اعتقد ما كانتش مفاجاه بعد حصوله على الدوري عامل شكل اكتر من رائع. سباليتي بيسيب نابولي وقال لك لا خلاص انا بالنسبه لي الامور كده تمام، ولا كنت شايف ان في اتفاق ايضا ما بين سباليتي لا في حاله خروج مانشيني ان هو هيكون المدير الفني للمنتخب الايطالي؟ انا شايف السيناريو ده الاقرب، شايف السيناريو الاقرب ان هو خروج مانشيني وان هو سباليتي درب منتخب ايطاليا. حاجه ثانيه، ان بدا كمان خلافات مع الاداره في نابولي على الصفقات اللي هتنضم الفريق. احنا محتاج التدعيمات اللي محتاجينها كمان. هو طبيعي جدا يطلب بعقد جديد، والعقد الجديد هيكون براتب اعلى،
فما حصلش اتفاق بينهم في الجزئيه دي. كمان خوفهم يمكن شويه من تكرار التجربه، انه ما قدرش يحقق الدوري الايطالي الموسم اللي بعده. كنت شايف ان نابولي ما زال عنده قدره انه يحقق الدوري الايطالي، المنافسين شويه لسه مش افضل مستوى، هو لسه ما زال هو اللي عنده الاسبايه. لكن اعتقد السيناريو الاقرب ان هو كان بيخطط لتدريب المنتخب الايطالي، وان كان في كلام معاه في الجزئيه ده، واعتقد ان هو افضل اختيار لايطاليا اسباليتي. طيب قبل ما انهي معاك محمد، عايز اخد رايك برضو في محترفينا. يعني خلال الجوله الاولى محمد مصطفى محمد بيسجل مع نانت رغم الخساره، محمد صلاح بيسجل او كان قريب جدا انه يسجل، عامل اسيست اكتر من رائع مع ليفربول، كمان عمر مرموش مع اول مباراه مع فرانكفورت كمان بيسجل مع فرانكفورت في البوندسليغا. شايف ده انطلاقه جيده للمحترفينا ولا لسه الطريق يعني طويل؟ لسه الطريق طويل، بس انا يعني انا الثلاث لاعبين، انا طبعا صلاح مش محتاج حد يراهن عليه، صلاح يعني مستوى اخر يعني، بس انا ممكن براهن على مصطفى محمد في الدوري الفرنسي تحديدا. مصطفى حاسس ان الموسم ده هيبقى مختلف كتير جدا، ان هو امبارح قدم مستوى كويس جدا. اعتقد مصطفى، لا يعني انا براهن الموسم ده تحديدا على مصطفى محمد، واتمنى ان هو يكمل ويحافظ على مستواه، لان مصطفى كواليتي مهاجم يقدر يلعب مرتاح. انا في انا كبيرة. انا ببص لمصطفى الحقيقه في البريمير ليج، يعني انا حاسس ان ستايل ممكن يعني جدا يشتغل في البريمير ليج بشكل كويس، امكانيات يعني بدنيه عاليه، قوه، سرعه. لو خد الموسم ده بجديه اكتر، اعتقد موسم او اتنين لا ممكن نلاقيه في الدوري الانجليزي ويلعب في فريق كبير كمان في الدوري الانجليزي. طيب لسه ايهاب الجنيدي بيقول لي تشيلسي اعلن رسميا 133 مش 115 133 مليون باوند لانتقال طبعا كاسيدو من برايتون الى تشيلسي. 900 مليون استرليني 900 مليون استرليني في 6 شهور تقريبا تعاقدات، رقم مذهل يعني. لكن الحقيقه خلينا نتكلم بكل امانه، الاثاره والمتعه في الدوري الانجليزي طبعا. من الواضح زي ما انت قلت هيكون موسم رائع، موسم قوي جدا، الفرق دعمت نفسها بشكل كبير جدا. الدوري الانجليزي لا يعني حاجه مختلفه تماما يعني. هنتابع معاك دايما الدوري الانجليزي يعني بيتمتعنا دايما بارائك. بنشكرك شكرا جزيلا محمد. شكر جدا، بشكر حضرتك وبشكر قناه الاهلي. شكرا ليك يا محمد، شكرا ليك، الشكر متواصل لحضراتكم. دي كانت نهايه حلقتنا النهارده من المحترف، ان شاء الله الجمعه الجايه يوم جديد وحلقه جديده من المحترف.